1923، الدستور والسينما. متى استقلت مصر؟ استقلت مصر عام 1922، لأن البعض بيعتقد أن مصر استقلت بعد كده، بعد ثورة 23 يوليو 52. لا، مصر استقلت سنة 1922. 1923، الدستور ده أهم شيء أنجزه الشعب المصري بعد الاستقلال مباشرة. الاستقلال 22، الدستور 23. لكن اللافت للانتباه أن سنة 23 كان في تركيز في القوة الناعمة المصرية مع الدستور والاستقلال في سياق واحد. الفيلم الصامت الشهير برسوم يبحث عن وظيفة هو إنتاج سنة الدستور سنة 1923. كان في رؤية لإطلاق الدولة المصرية أو المملكة المصرية في ذلك الوقت، استقلال ودستور، لكن كمان سينما وقوة ناعمة.